نكمل مع استراتيجية القضاء على الثورة خارجيا. غادي نستعملوا الزوج تاع المطات اللي راهم في الأعلى تاع استراتيجية تنفيذ الثورة. قلنا فضح السياسة الاستعمارية، وعندي التعريب بالقضية الجزائرية كسب تعاطف الرأي العام العالمي. شو واش غادي ندير؟ وين هذيك التعريف بالقضية وكسب تعاطف الرأي العام غادي نعكسهم في استراتيجية القضاء على الثورة. كيف ذلك؟ تبعوا معي. قلنا استراتيجية تنفيذ الثورة التعريف بالقضية الجزائرية، يعني في استراتيجية القضاء على الثورة عرقلة التعريف بالقضية الجزائرية. سبب من بعد كسب تعاطف الرأي العام العالمي، كيفاش نعكسوها؟ غادي نقولوا تضليل الرأي العام العالمي. فهمنا هذه يا جماعة؟ تسمى المطة الثانية والثالثة نديروا لها العكس. الآن واش غادي ندير؟ غادي نجي لهنايا نرسم ثلاث طائرات كالآتي. ما يهمش كيفاش ترسموها، المهم عبارة عن ثلاث طائرات. علاش بالضبط ثلاثة؟ باش نقولوا نكتبوا هنا مصر، باش نكتبوا العدوان الثلاثي على مصر. صحيح. علاش بالضبط طائرة؟ باش نقولوا القرصنة الجوية، القرصنة الجوية على طائرة الوفد الجزائري. سيبو. أخيرا عندي مصر، نكتب هنا الجيران تاعنا تونس والمغرب، باش نكتب منح الاستقلال للمغرب وتونس. نعاودوا مع بعض. قلنا المطة الثانية والثالثة نعكسوها، قلنا عرقلة التعريف بالقضية الجزائرية تضليل الرأي العام العالمي، قلنا العدوان الثلاثي على مصر، أيضا القرصنة الجوية على طائرة الوفد الجزائري، وأخيرا منح الاستقلال للمغرب وتونس. إن شاء الله تكون مفهومة هذه. أنا مادا بيا هاد الاستراتيجية تركزوا عليها مليح 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 مليح. وأيضا اليوم ولاو يتحايلوا، كيفاش يتحايلوا؟ يقول لك أعطيني استراتيجية تنفيذ الثورة مثلا بعد مؤتمر الصومام، ولاو يحدوا العام. نتوما واش دير؟ دائما كيحدوا لكم، كتبوا هادو كامل في المحاولات، واللي تلاحظوه باللي صرا قبل هذاك العام هذاك اقلعوه، مفهوم؟ واللي بالكم نورمال نكتبوه، مثلا كيما كسب تعاطف الرأي العام العالمي ما عندهاش مدة، مفهوم؟ كما القرصنة الجوية على طائرة الوفد الجزائري، دوك من بعد نشوفو نديروه في التواريخ، هو صرا في 56. أنا مثلا كون يقول لي مثلا سياسة ديغول كان في 58، يعني ما نديرش قرصنة جوية لأنها صارت في 56. المهم نعرفوا كيفاش نتحايلوا على الأمور هذه في فيديو آخر إن شاء الله.